معي في الاستوديو رزان العجمي ومرام العيد، اهلا بكما معي في نشرة النهار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني نبدأ مع رزان ولا مع مرام؟ دي رايحك. طيب نبدأ مع رزان. رزان، حدثينا عن بداية شغفك بالقفز المظلي، متى يعني قررتي انك تخوضي هذه المغامرة؟ من قبل ما نعرف كيف يعني استمريتي فيها. بداية أنا عندي سوابق في المغامرات وفي الرياضات بشكل عام، دائما عندي شغف وطموح وحماس إني أجرب أي رياضة صعبة أو فيها مغامرة. فأنا بداية في متسلقة صخور، فدائما أي شيء يدخل في الارتفاعات يجذبني. فلما شفت دائما أشوف القفز المظلي وكيف يقفزون فكذا أحس في موضوع انترستينج وفي شيء حمس وفضول أكثر. فطبعا تواصلت مع هيئة الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة لما شفت سووا المعسكرات للقفز المظلي، وطلبت منهم إن أبغى أشارك ودعموني في المعسكر الثالث. طبعا التجربة كانت جدا جميلة، كان في حماس، شعور حماس على خوف على إنه أبغى أجرب. فلما كانت هي أسبوع تقريبا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أخذنا الدورة. طبعا كان في مستويات للقفزات، وكل قفزه لها متطلبات معينه. طبعا بعد كل قفزه في حماس اكثر وفي خوف، كل قفزه يجي الحماس ويجي الخوف اكثر بعد كل قفزه نسويها. فكانت تجربه جدا جميله، واكيد ان شاء الله ما راح تكون اخر تجربه بالنسبه لي. هي هذه اول تجربه يعني؟ نعم، اول تجربه لنا في السعوديه. طيب وانتي؟ انا صراحه يعني انا متزلجه من عمري 7 سنوات، واحب عموما الرياضات المغامره، وكان من احد الاشياء اللي انا نفسي اسويها، يعني حطيتها الماي تو دو ليست اني اسوي القفز المظلي. بس كانت فكرتي انه اسوي تاندم، يعني اقفز مع احد، بس ما كانت فكرتي انه اكمل في الرياضه. بس بما اني مسجله مع الاتحاد السعودي لرياضات المغامره كلاعبه تزلج، وهو يندرج تحتهم القفز المظلي الحر، فجتني قلت ليش ما اخذها كرياضه، يعني ليش ما اجربها مره واحده بس، خليني يعني ادخلها كرياضه. فهم كانوا حاطين المعسكر الثالث، وصلت معاهم وقالوا لي اكيد حنسوي الكورس تقدرين تشاركين فيه، وشاركت فيه. وكانت النيه تجربه صراحه، يعني ما كنت ناويه اني اكمل، بس مره عجبني الشعور، وان شاء الله يعني مستمرين في الرياضه. طيب الكورس هذا كم مدته؟ هو 8 قفزات بغض النظر عن المدة، هو أسبوع إحنا أخذ مننا، بس هي 8 قفزات لازم تجتازها، فكل قفزة يطلبون منك يعني شيء معين لازم تسويه في الهواء عشان تجتازه. طيب بعد الاجتياز وش يصير يعني؟ خلاص أصير سولو سكاي دايفر. يصير مرخصين نقدر نقفز القفز الحر، لأن يعني في البداية لازم يكون مع مدرب، ولازم يكون في تدريب وكوتشينج وستركترز. بعد ما نخلص القفزات وناخذ الرخصة يصير حنا مصرحين نقفز في أي مكان، و نقدر نقفز بدون مساعدة من الحين. هي سولو لان انت تقفزون بدون مساعدة. الحين خلاص. طيب اعود لرزان. يعني رزان، هل يعني اي شخص يستطيع انه يلتحق باي معسكر او اي تدريب وينجح في خوض هذه المغامرة؟ هو اكيد اي شخص، لكن لابد انه في متطلبات تكون موجودة، يعني خصوصا في الدورة، انه لابد انه يجتاز الدوره ويجتاز الكورس حتى انه يكون قافز مظلي حر. لكن لازم يكون عنده يعني الشجاعه، وتكون عنده الرغبه، وانه يعني ما يخلي الخوف يوقفه في انه يسوي هذا الشيء. هل ممكن الخوف يوقف يعني؟ يس، لانه فعلا يعني احس اي انسان طبيعي يعني تقفز من طيارات، يعني تقفز كذا من طياره، لابد انه في شعور خوف. لكن انه شعور التجربه والحماس، وانه بعد التجربه الاولى لا يعني يزيد الحماس، ممكن الخوف يقل معه. والخوف يقل. نعم. الخوف الآن لا وجود له في لا وجود لا وجود أكيد الخوف وجود كل مرة نطلع أصلا عشان نقفز، بس إنه الشعور اللي أنت قاعد تحس فيه صراحة يعني يصير إدمان. يعني كانوا يقولون لي قبل إنه إذا قفزتي راح تصيرين مدمنة القفز، ما راح تقدرين توقفين. أول قفزة كانت تخوف صراحة، قلت أحس إن شعوري خوف، ما أحس إنه شيء ممتع. بس اجتزت ثالث اختبار وبديت أحس إني أنا في تحكم أكثر، صار الحماس أكثر من الخوف. لا زال في خوف بس الحماس أكثر. فهذا الشيء اللي صدق الواحد يصير خلاص، يعني الحين أنا قاعد أفكر متى نقدر نقفز مرة ثانية. طيب يعني هل صار عندكم كل واحدة منكم يعني حلم إني أقفز في المكان الفلاني؟ أيوة. في بلان صار في أماكن معينة. طيب قولونا وين؟ أنا صراحة المالديفز من الأماكن اللي حابة إني أقفز فيها، ويعني من الأماكن اللي قالوا حلوة الأهرامات فوق الأهرام، يعني هذه من الأماكن اللي حطيتها في بالي إنه أبغى أروح أقفز فيها إن شاء الله. إيطاليا.
أنا حلمي إني أقلص في إيطاليا. أنا مرة أحب إيطاليا، وخصوصا إنها أصلا مشهورة برضو في الكلايمينج، فأنا أحس المكان تجمع لي رياضتين اللي أنا أحبها. فنفسي يعني ما قد زرتها، فأبغى أول مرة أتسلق في إيطاليا وأقفز أول مرة في إيطاليا. بس يعني أحد الطموحات اللي خلتني كمان أكمل في هذه الرياضة، إنه قالوا لي إذا خلصت 300 قفزة راح أقدر أقفز بأي شيء. كيف يعني؟ يعني إذا خلصت 300 قفزة يصير عندي لايسنس، رخصة إني أنا أقفز بأي شيء. كيف أي شيء؟ يعني مثلاً ألبس معي سكيت whatsoever، يعني أي شيء زي كذا. فأنا قلت إن شاء الله بعد 300 قفزة راح ألبس سكيت وأنزل. طيب الحين كم قفزة عندك؟ الحين 11. 11؟ إيه لسه توني في بداية المشوار. 10. أوكي. طيب فيما يخص يعني الاتحاد السعودي للمغامرات، أنتم التحقتم بالمعسكر اللي أعلن عنه الاتحاد، صح ولا لا؟ صحيح. طيب خلصتم المعسكر انضميتوا لفريق نسائي، صح؟ صحيح. طيب وش هو الفريق النسائي هذا؟ هذا فريق نسائي هو حيكون المنتخب السعودي للقفز المظلي، لأنه في بطولات. طبعًا إحنا لسه ثلاثة، ولكن الهدف إننا نصير أكثر من الفريق ثلاثة. الآن ثلاثة. أي ولسه نعم. يعني في بداية المشوار، إحنا تونا مجتازين أول يعني دورة. سم. ما في أحد يقفز قفز مظلي من النساء في السعودية؟ في قافزات، لكن أول مرة تصير في السعودية. أول دفعة تتخرج في السعودية. بس في قافزات سعوديات. يعني المعسكر كان فيه ثلاثة بس؟ إيه ثلاث بنات. هل كان العدد محدد إنه يكون ثلاثة ولا ما حد جاء؟ لا، إحنا اللي تواصلنا مع الاتحاد وقلنا لهم رغبتنا في أننا نأخذ، فهم شافوا إنه في بنات في بيلس وبالا. أنتم قدمتوا رغبتكم؟ نعم بالضبط. طيب ووفروا لكم إيش وفروا لكم في التدريب؟ مين اللي يدربكم؟ جابوا لنا مدربين معتمدين إنهم يرخصونا، وسووا لنا الاختبار خلال فترة المعسكر. يعني هو المعسكر كان يعني قائم للقافزين، ولكن احنا حبينا ان احنا نكون موجودين معهم. ناخذ فرونا كل شيء يعني من المدربين، فاقاموا الدوره. يس. وكنا اول ثلاث بنات نتخرج في السعوديه، الحمد لله. يعني هذا شرف لنا صراحه. الحين عندكم رخصه يعني ولا شو؟ اي خلاص الحين عندنا رخصه سولو سكاي دايفر، ان نقفز لحالنا. بس ناخذ اللايسنس اي اللي هي رخصه اي، نقدر نقفز مع احد. فكل يعني كل ما انت تجتاز اختبارات يصير عندك رخصه اعلى، تقدر بامكان يعني بامكانك انك تسوي اشياء اكثر على الهواء يعني في الجو. طيب هل يعني القفزه المظلي والتجربه هذه الجديده غيرت حياتكم؟ هل اضافت لكم شيء يعني؟ أكيد. غير انه مثلا تعلمتوا شيء جديد؟ اكيد اكيد طبعا. اولا انك كسرت حاجز الخوف، يعني انا بالنسبه لي كسرت حاجز الخوف، صرت يعني الان ودي اتعلم لها اكثر. يعني ما عندي مشكله اجرب مغامره ثانيه ما دامي انا يعني من يعني جربت اني اقفز، فكسرت لي حاجز خوف مره كبير، فانا جاهزه لاي شيء. هل عندك مهارات ثانيه يعني زي مثلا مرام تقول انه كانت او الى الان تتزلج، هل انت كان عندك مثلا كل فتره تجربين هوايه تجربين شيء جديد؟ هو انا زي ما قلت انه متسلقه صغر، يعني اطلع اتسلق الجبال، هو التسلق اللي تسلق الصغر كلايمينج. وين رحتي؟ في اماكن عديده موجوده في المدينه، معتمده من هيئه اتحاد التسلق والهايكينج، موجوده في الرياض، موجوده في العلا، في المدينه، في الجنوب. بس اكثر مكان نحب نروح له دائما في الجنوب. طيب اللي يبغون مثلا يجربون المغامرات قفز مظلي او انه تسلق او حتى التزلج او ما الى ذلك، ايش تنصحوهم؟ ايش اول خطوه يسووها؟ يبدون، لا تخافون وجربوا. هو انت مجرد انك انت تبغى هذا الشيء ابدا. طبعا اجراءات السلامه مهمه جدا، سواء كان تزلج ولا كان سكاي دايفنج ولا كان اي كانت الرياضه، لازم الواحد يعرف ايش هي اجراءات السلامه عشان يبدا حبه حبه. وانه يعني كيف اقول لك، الواحد لازم يكون عنده خطوه، انا ابغى هذه الرياضه ابدا، بس ابدا صح. يعني انا لازم اقوي جسمي، لازم اعرف ايش هي اجراءات السلامه، البس سيفتي للحمايه من ناحيه القفز المظلي، لازم اعرف ايش هي، لازم يتبع الاجراءات. يعني مو اي وزن جسم يقدر يقفز مظلي؟ شوف، هو هذه الاشياء انا افضل ان احد عنده خبره او متدرب مختص يجاوبك على هذا السؤال. يعني افضل من ان احنا نعطيك جواب وممكن يكون متورط نفسك. اي بالضبط. طيب انا اشكركم لحضوركم واتمنى لكم كل التوفيق دائما، وان شاء الله نشوفكم تقفزين من ايطاليا وانت من المالديف. بسكيت هذا الهدف. وعقبال انا اقفز ان شاء الله، ليش لا. يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا رزان العجمي ومرام العيد، اتمنى لكم كل التوفيق. شكرا.